السلام عليكم. إن شاء الله بهاي المحاضرة بدنا نتكلم عن السبورت تايبس. عندنا 3 ميجرز من السبورت اللي هي الرولر، وعندنا البن، وعندنا الفيكست. كل نوع من هدول الأنواع بيختلف عن الأنواع التانية بعدد الرياكشنز واتجاهها، تمام؟ بدنا نمسك واحدة واحدة ونحكي عنها بالتفصيل ونشوف كيف بيكون شكلها على أرض الواقع. خليكم معنا إن شاء الله. هعمل مجموعة فيديوهات مراجعة أساسيات سريعة لحتى تكون مدخل لمادة إنشاءات واحد وإنشاءات اثنين اللي هنشرحها بالفترة الجاية إن شاء الله. فلو كنت طالب بالهندسة المدنية، هاي الفيديوهات والسلسلتين القادمتين اللي هم الإنشاءات واحد وإنشاءات اثنين حتهمك. فعلشان هيك اشترك معنا بالقناة وفعل جرس التنبيهات واعمل شير لمجموعة الفيديوهات هاي مع زملائك اللي منزلين الإنشاءات. أول نوع من السبورتس معنا هو الرولرز أو الروكر، تمام؟ هاي الرولر بيكون بأغلب الأوقات حتشوفها بالكتب أو مثلا بالبروبلمز بالكتاب أو بالأمثلة، حيكون ممثل لك إياها على شكل دائري، تمام؟ يعني بتلامس الأرض على بنقطة واحدة، تمام؟ مثل هيك الدائرة هتلامس الأرض بهاي النقطة فقط. علشان هيك حيكون عندنا رياكشن فقط باتجاه واحد اللي هو العمودي مع السطح الملامس. يعني هي عندنا السطح الملامس، حيكون عندنا الرياكشن مع الرولر. الرياكشن اللي بتعمله الرولر حيكون عمودي على السطح الملامس. وهون نفس الاشي، عندنا بيم جسر والسبورت عندنا جاي بشكل اسطواني بتلامس السطح بنقطة واحدة، معناته عندي الرياكشن باتجاه عمودي. وهون نفس الاشي. هلا الرولر هاي، تمام، لو بدنا نمثلها يعني برسم سكيماتيك، يعني برسم سريع، حيكون شكلها زي هيك، تمام؟ يا اما بترسمها تحتيها هيك عجلتين دائرتين، او اللي مثل هيك ترسمها كدائرة، او اللي مثل هيك ترسمها جسم له قطر دائري. يعني اي اشي فيه شكل دائري هو عبارة عن رولر سبورت. ومثل ما اتفقنا حيكون عندنا رياكشن واحد باتجاه عمودي، وحيكون بالتالي عندنا مجهول واحد فقط لانه عندنا رياكشن واحد فقط. يعني لو نرسم فري بادي دايجرام حيكون عندنا اتجاه بهذا الشكل، ومثلا النون واحد مجهول واحد بحاجة لاني اوجده عن طريق الاكوليبريم equations، السميشن في اكس يساوي صفر، في واي يساوي صفر، والمومنت يساوي صفر، لحتى نوجد هاي الشغلات. ان شاء الله هاي حنشرحها بالتفصيل لما نيجي للبيم اناليسز بستراكشرز 1. طيب نروح للبن. البن سبورت، البن سبورت هون حيكون عندنا تو رياكشنز، تو انونز. حيكون عندنا رياكشن باتجاه العمودي ورياكشن باتجاه الافقي. يعني لو كان عندنا مثلا بيم بهذا الشكل، وعندنا بن سبورت هون، وهون عندنا رولر. هون عندنا جاي مثلا منتصف البيم لود بقيمه بي، هيكون عندنا هذا الرولر عليه رياكشن واحد بالاتجاه واي العمودي. البن سبورت حيكون عندنا رياكشن بالاتجاه العمودي ورياكشن بالاتجاه الافقي، على اساس انه لو اي فورس بالاتجاه الافقي حيكون الرياكشن باتجاه اكس هو اللي يقاومه للبن سبورت. اوكي، عشان يكون يعني هيك انا بالبيمات غالبا حيكون عندي بن سبورت ورولر سبورت لحتى يكون البيم ستيبل، تمام؟ يعني لو كان البيم عندنا رولر من هون ورولر من هون، اي فورس افقيه البيم ما راح يكون ستيبل، حيكون انستيبل وحيتحرك الستركتشر كامل. لا، which is
غلط. تمام. اوكي، حيكون عندنا البن مثلا باتجاه العمودي اف واي باتجاه الافقي اف اكس. طيب ليش اسمه سموث بن اور هنج؟ طبعا يعني بن او هنج يعني نفس الشيء. تمام، بس ليش سموث؟ سموث يعني قصده، يعني القصد بكلمه سموث يعني الروتيشن مسموح عند البن سبورت. روتيشن از بيرميتد، مسموح. طب لما يكون الروتيشن مسموح معناته عندي الرياكشن، يعني هنا بالبن سبورت ما عندي مقاومه للمومنت. تمام، يعني السميشن اوف مومنت تساوي صفر وما عندي رياكشن، نو مومنت رياكشن، لانه مسموح. شيء يكون مسموح على البن سبورت او الرولر سبورت، كمان الرولر سبورت عليها الروتيشن مسموح. هون سميشن اوف مومنت يساوي صفر وهون سميشن اوف مومنت يساوي صفر. الروتيشن ممنوع بالفيكست سبورت اللي هنشوفها بعد شوي. كمان ملاحظة، هون حاطط لنا المنبر اللي مشبوك مع البن سبورت مايل بزاوية ثيتا عن الخط الأفقي. هلأ يعني حاطط لنا هو شوي الكيس عام شوي، هاي حتكون معانا الكيس لما يكون مثلا عندنا تراس بهذا الشكل. تمام، هتلاقي عندنا مثلا هون بن سبورت وهي عندنا هذا المنبر مايل بزاوية ثيتا مثل هذا الكيس. لكن أغلب الكيسز اللي حندرسها إن شاء الله بمادة structures 1 أو structures 2 حتكون بن او فريم، وحيكون يعني ما في ميلان، حيكون المنبر اتجاهه مع الخط الافقي ثيتا تساوي صفر. طيب نتكلم عن الفيكست سبورت.